المشاهدين مساء الخير، واهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم مصر اليوم. الحقيقه هذه الحلقه الاخيره هذا الاسبوع، اسبوع الاحداث المتلاحقه. وكما تعلمون انني دائما يعني بتكون حلقه السبت بالنسبه لي حلقه يعني ببقى زعلان ان انا هقعد على مدار الايام اللي جايه ما قابلش حضراتكم، لكن يعني في نفس الوقت الواحد بقى تعبان شويه فبيريح. كما تعودنا نبدا كلماتنا بكلمات المولى عز وجل: ربنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. الحقيقه الاحداث متلاحقه تلاحقا شديدا خلال الساعات القليلة الماضية. جلست أتأمل في المنطقة العربية وجلست أتابع بكل دقة ما يدور ما بين الغرب والشرق والشمال والجنوب، فوجدت أن هناك أحداث ساخنة تذهب بالعالم إلى ارتفاع درجة حرارته ارتفاعا شديدا. فما بين الأوضاع في الوطن العربي التي يبكي قلبي عليها دما لأني قارئ لها منذ فترة وأعلم الخطة والأهداف المؤلمة وأجدها تنفذ على الأرض كما هي، استغلال شديد جدا لجهل وتراجع ثقافة الشعب العربي. وهناك أيضا منطقة أخرى حدثتكم عنها كثيرا بأنها ستشهد أحداث انجسام، وهي فنزويلا. ففنزويلا اليوم تعلن أمريكا بعد وصول قوات روسية وإيرانية، وهذا هو الغريب في الأمر، إلى فنزويلا، تعلن أمريكا أنها مستعدة للتدخل العسكري فورا وستقوم بالرد السريع المباشر. وأنا تحدثت منذ حلقات وطلبت من حضراتكم أن تتابعوا موضوع فنزويلا، لأن موضوع فنزويلا ليس موضوعا بسيطا، وإنما هو موضوع له عدد من الأهداف في عملية إعداد وتجهيز وتحضير المسرح أو الأرض العالمية للحرب العالمية الثالثة. لم يكن متوقعا ولم يتخيل المتابعون للعملية السياسية أن دولة فنزويلا ستكون هي بؤرة كبرى للأحداث العالمية خلال المستقبل القادم للعالم، بينما أنا تحدثت عن ذلك منذ حلقات تصل إلى 8 أو 9 حلقات، وطلبت منكم متابعة الأحداث فنزويلا بجدية شديدة، وتحدثت عن فنزويلا على قدر معلوماتي. البعض قال هو توفيق عكاشة مودينا أمريكا الجنوبية يعمل بنا إيه؟ يا سيادنا أنا ما بتكلمش في موضوع
إلا بعد أن أكون قد قمت بالتركيز فيه ومتابعته والتأكد من أنه سيكون منطقة لأحداث ترتبط بالأحداث العالمية وتنعكس على الوضع الإقليمي في المنطقة العربية. 2، تحدثت عن الجزائر وتحدثت عن السودان وتحدثت عن ليبيا، وبالرغم من أنني كنت مقلا في حديثي عن دولة السودان الشقيقة عامدا نظرا لأنها الامتداد الطبيعي لمصر، ونظرا لحساسية الأمر، ونظرا لعلاقات متشابكة عميقة مترابطة تربط مصر بالسودان، لذلك كنت عامدا في أن يكون حديثي مقلا عن السودان. ولكن الخطة التي قرأتها وعلمت أن المستهدف فيها هو إسقاط كامل للدول العربية الواقعة في شمال إفريقيا أو الدول العربية الإفريقية، كان الخطر واضحا. تلاحقت الأحداث وتصارعت الأحداث بطريقة غير طبيعية خلال الأيام الماضية، فتم إقالة الرئيس السوداني عمر البشير، وأصدر وزير الدفاع السوداني بيانا أعلن فيه إقالة الرئيس السوداني عمر البشير، كما كان في الجزائر أيضا موقفا شعبيا شديدا وحراكا شعبيا ومطالب شعبية بإقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. توقفت أمام ما يدور في الجزائر، وتوقفت أمام ما يدور في السودان، فوجدت أن مطالب الشعب الجزائري هي نفسها مطالب الشعب السوداني، ووجدت أن مطالب الشعب السوداني وحركة الشعب السوداني هي نفسها مطالب الشعب الجزائري وحركة الشعب الجزائري. اختلف الوضع ما بين السودان والجزائر في طريقة التعامل مع الأزمة، ففي الجزائر هناك تمسك شديد بالتطبيق الكامل للدستور الجزائري والحفاظ عليه وإجراء عملية الانتقال السلمي للسلطة من خلال فقراتي وموادي الدستور الجزائري. الجيش الجزائري بقيادة اللواء أو الفريق أحمد قائد صالح حريص كل الحرص على أن تتم العملية السلمية لانتقال السلطة من خلال اتباع خطوات تعكس تنفيذا دقيقا لمواد الدستور في الجزائر. الجزائر هي أكبر دولة عربية بعد مصر تعدادا للسكان وقوة للجيش. على جانب آخر السودان، عندما أصدر وزير الدفاع قراره بإقالة الرئيس السابق
للسودان عمر البشير، فهو أصدر قراره بتعليق العمل بالدستور المؤقت. يبقى اللي كان موجود في الجزائر في السودان دستور مؤقت اتعمل سنة 2005 تقريبا، أصدر وزير الدفاع قرارا بتعليق العمل به، وأعلن أن مجلسا عسكريا سيقود البلاد لمدة عامين يتم من خلالهم الانتقال السلمي للسلطة، كما أصدر بيانا بحل جميع المجالس المنتخبة في السودان. اختلاف في القرار ما بين السودان والجزائر، ولكن الوحدة في رأي الشعب. من هنا يعكس هذا الأمر خطورة بالغة وشديدة، أن الكتالوج اللي اترمى في الجزائر هو نفسه الكتالوج اللي اتحط في السودان، ولكن القيادة في الجزائر اتخذت إجراءات اختلفت عن القرارات التي اتخذتها القيادة في السودان. المفاجأة التي جعلتني أجلس الآن حزينا وأتحدث بحزن. قاعد حزين ليه؟ وبتكلم بحزن ليه؟ لأني عارف ما هو قادر. مش هقدر أتكلم، ولكني عارف، عارفه كاملا. الحقيقة رفض الشعب الجزائري الإجراءات التي اتخذتها القيادة أو السلطة في الجزائر وفقا للدستور، ورفض الشعب السوداني القرارات التي اتخذتها القيادة في السودان والتي قامت بتعليق العمل بالدستور. يبقى هنا عندنا موقفين في دولتين عربيتين في وقت واحد. الجزائر شايفة أن الانتقال السلمي للسلطة من خلال التمسك بالإجراءات الدستورية رفض من الشعب، وفي السودان رأت القيادة والسلطة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير أن يكون هناك مرحلة انتقالية ومجلس عسكري يشرف على هذه المرحلة الانتقالية، رفض أيضا من الشعب. طيب، المطلب واحد، المطلب من شعب الجزائر وشعب السودان واحد، ألا وهو الاستبعاد الكامل لكافة الكوادر والقيادات التي عملت مع الأنظمة أو مع الرؤساء الذين تم إقالتهم في الجزائر والسودان. استبعاد كامل لفريق عمل الدولة في الجزائر وفي السودان، والإتيان بدماء جديدة. فهذه مطالب شعبية براقة، هذه مطالب شعبية تلاعب العواطف
وترطب القلوب وتغازل العقول فتحافظ على استمرار التواجد الشعبي والثورة الشعبية في الجزائر والسودان. نحن مؤيدين كل التأييد للشعب الجزائري وللشعب السوداني، ولكن الخطة ليست تحول وليست انتقال الدولة الشقيقة السودان أو الدولة الشقيقة الجزائر إلى مرحلة جديدة من الحياة الديمقراطية التي لا تأتي بماء أو طعام أو شراب، إنما الهدف هو إسقاط الدولتين. الهدف هو إسقاط الشعب السوداني وإسقاط الشعب الجزائري، وإيه؟ وخطة مبنية قواعدها على تحليل اجتماعي ونفسي واقتصادي وعرقي وديني لكل جزء من الشعب العربي سواء كان في الجزائر أو في السودان. إذن عندما انطلق الرفض الشعبي في الجزائر لاستمرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وضع برنارد ليفي وجورج سوروس خطتهما على أساس أن العرب دائما يتأخرون في اتخاذ القرار، وأن العرب دائما يتمسكون بالسلطة كتمسك الروح بالجسد. ونفس الخطة التي وضعها جورج سوروس وبرنارد ليفي في السودان قائمة على الفكر العربي للقيادة العربية التي تتمسك بمقعد السلطة تمسك الروح بالجسد، فيؤدي ذلك إلى استمرار الرفض الشعبي، ثم يؤدي إلى رفع المطالب ورفع سقف المطالب لدى الشعب. ووسط دائما دراسة الجنس البشري أو الانثروبولوجي تجعل أن هناك حقيقة يعني لا يستطيع أحد أن يتعامل معها إلا الله. عندما يكون هناك تجمعات من بني الإنسان أو من بني البشر بأعداد غفيرة، من الصعب أن تؤثر عليها في اتجاهات عكسية أو في اتجاهات صحيحة إن كانت تنتهج اتجاها غير صحيح، مش هتقدر خلاص. زي ما بيقولوا طلعت الطلقة، أو زي ما بيقولوا انفجرت المياه، لن تستطيع أن توقفها إلا بعد ما تنشف أو تهديها وتاخد فترة. إذن إن امبارح السودان كان في مظاهرات رافضة واترفض الموضوع، بالرغم من إن رئيس المجلس العسكري السوداني أعلن حظر التجوال
من الساعة 10 إلى الساعة 4 صباحا. وأيضا أعلن العمل بحالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وقام بإحكام سيطرته على الحدود والمطارات والمداخل والمخارج للدولة السودانية. كنت أتوقع أن يهدأ الشعب السوداني، ولكن الشعب السوداني جلس مرابطا في ساحات الثوار وفي الأماكن حتى هذه اللحظة، رافضا كل قرارات وزير الدفاع السوداني. إذن أن هناك فعل وهناك رد فعل من كلا الطرفين، صورة مكررة في الجزائر بالأمس، مظاهرات الجمعة 8، أعدادا غفيرة من الشعب السوداني، مواجهة من الشرطة، وبدأ الاحتكاك بين الشرطة والمتظاهرين. إذن فعل ورد فعل، فعل من الحكومة أو من السلطة عشان ما فيش حكومة دلوقتي، وفعل في السودان من السلطة، رفض من الشعب. يبقى أنا عندي فعل وعندي رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه في نفس ذات الموضوع. انا امبارح قلت لكم ان انا عارف اللي هيحصل، بس مش عايز اتكلم، مش عايز اتكلم عشان قلقان وخايف، وخايف اتكلم يقول لك ده توفيق بيشاور او مصر بتشاور، لان مش هيتقال توفيق بقى، هيتقال مصر بيشاورهم على اتجاهات. فالموقف حساس، فمرضتش اتكلم في حلقة امبارح، وللأسف مش هتكلم اكتر من اللي انا بقوله في حلقة النهاردة لنفس السبب. البعض ممكن يخيل إليه أن مصر تشاور وأن لها أهداف وأن القيادة المصرية ترغب في زعامة شعبية عربية في شمال إفريقيا، فتشاور للشعوب ثم تقف خلف الشعوب ويقومون باستدعاء. ركز معايا عشان انا داخل على مصر بقى، ويقومون باستدعاء السياسة التي كان يتبعها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في اطلاق الثورات الشعبية العربية في دول شمال افريقيا وبعض الدول الافريقية، ثم يصفون الرئيس الحبيب الحقيقة القائد اللي حمله تقل قوي عبد الفتاح السيسي بصفات لا يستهدفها هو وليست في خطته، علشان كده مش قادر اتكلم. كل اللي هقوله هما كلمتين، أن الجزائر داخلة على مرحلة مش حلوة خالص، والسودان داخلة على مرحلة مش حلوة خالص. المرحلة اللي داخلة عليها الجزائر سيئة جدا، والمرحلة اللي داخلة عليها السودان سيئة جدا. هو ده كل أقدر أقوله، وأناشد الشعب الجزائري الشعب المناضل الأبي
أن يتوخى الحذر وأن يعلم أن المستهدف هو تدمير الشعب الجزائري، كما أناشد الشعب السوداني توخي الحذر، وبقول له أن المستهدف هو الشعب السوداني وإسقاط المستهدف تدمير الجزائر وتفتيتها، والمستهدف تدمير السودان وتفتيته. أكتر من كده مش هقول. دي الأهداف. في إطار ذلك مصر بتتعرض لضغوط شديدة جدا. هذه الضغوط أنا شايف الخطة قدامي في مصر زي المراية، ولازم الناس تشوفها علشان ما تنفذش الخطة يعني زي يعني أنا مش عايز أقول، عشان ما ينفذوش الخطة زي الأغبياء. أنت بتحاصر حصارا ناريا، حصارا ناريا شديدا، معتمدين في حصارهم على أنك تمتلك قوة عسكرية جبارة، ولكنك لا تمتلك قوة اقتصادية تستطيع أن تغذي حركة القوة العسكرية الجبارة. اسمعهم إذا كنتوا عايزين تتنيلوا تفهمهم، ولا تروحوا ترموا نفسكم في البحور وتريحوني وتريحوا نفسكم علشان انتوا ما انتوش فاهمين اللي جاي عامل ازاي. انتوا كل اللي فالحين اللي فيه شوية قشطة، شوية محشي، شوية هباب فراخ، شوية نيلة وخلاص. وانا قلت لكم من الحلقة اللي فاتت تقول قبلها ان مصر يتم اعادة الحرب عليها من الان دلوقتي الثانية ده. ايه اصحب. وكل ولم اكن انا شخصيا متخيل سرعة تلاحق الاحداث وسرعة قوة الحرب الموجهة الى مصر بهذه الطريقة. انا لمحت في حلقات كتير سابقة ان القادم معركة كبرى، والحقيقة كنت بقصد من هذه التلميحات الشعب والحكام. انا ما اعرفش الحكام خططهم ايه، ولكن اعرف حضراتكم لا عندكم خطط ولا عندكم معرفة ولا عندكم اي نصيبة، وكل معرفتكم في نفسكم. كل واحد عمال يقول يلا نفسي ومن بعد الطوفان. طيب يا ابني انت مش لن تستطيع ان تنجو بنفسك، مستحيل. نحن ننجو كدولة كشعب وليس كافراد. عشان كده خيبتك تقيلة وسودة وبني وهباب الطين وسواد السواد عليك، عشان ما انتش راضي تفهم. في نفس الوقت داخليا حملات على الانترنت واستخدام للإعلام الإلكتروني بطريقة سافرة تستهدف اللعب على عقول ومشاعر الشعب الذي يتحمل عملية البناء الاقتصادي. إذن الخطة بدراسة نفسية للشعب، ودراسة اجتماعية لأحواله، ودراسة لدرجة ثقافته ودرجة ذكاء،
وأنهم يعلمون أن الشعب درجة ثقافته بسيطة ودرجة ذكائه شيء طبيعي مرتبطة بالثقافة، فيلاعبوه وخاصة الشباب من خلال مواقع الإعلام الإلكتروني لكي ينفذوا الهدف. ما هو الهدف؟ أن ينعكس أمام الرأي العام العالمي أن هناك فجوة بين الشعب وبين سلطة الحكم، أن الحكم في وادي بمؤسساته، سواء كانت المؤسسة التنفيذية أو المؤسسة التشريعية أو المؤسسة الأمنية، وبين الشعب المصري. فيتحرك الرأي العام للإجهاض على مصر. ده اللي بيحصل دلوقتي في ظل، ما عادش يزعل مني وانا بعتذر للكل اعتذار شديد ومش عايز حد يزعل مني للمرة التانية، بس هو ده اللي انا شايفه. في ظل قيود بسلاسل وحبال على الإعلام وعدم قدرة الإعلام المصري كاملا على مواجهة الأمر وعدم ملكية الإعلام المصري لمن هم قادرون من رجال الإعلام على مواجهة الأمر ولإعطاء مساحات كبرى في الإعلام لبرامج لا تسمن ولا تغني من جوع، إنما برامج ما بين ترفيه وما بين إسفاف وما بين تغييب لعقول وما بين تذهيب لوعي. أنا بعتذر لكل السادة الأفاضل عشان بس يبقى الأمور واضحة. بينما المباغتة إعلاميا على مصر الآن شديدة جدا، ويقف الأمر بأنني كما أنا أقف وحيدا أواجه هذا الأمر، أقف وحيدا أواجه المؤامرة، أقف وحيدا أواجه الخطة التي تستهدف الإجهاض على مصر وقيادتها وشعبها، الخطة التي تستهدف الإجهاض على الشعب وعلى السلطة الحاكمة. لماذا؟ لأن ما تم تنفيذه على مدار 5 سنوات من إعادة بناء وقوة وتحول لم يتوقعه أي إنسان. شديدا متميزا قويا ما بين الشعب الذي قدم أروع الأمثلة في القدرة على التحمل، وما بين القيادة التي قدمت أروع الأمثلة في القدرة على العمل والإدارة. هذا هو الواقع. بينما ما أراه الآن هو استغلال للفترة الماضية التي استطاع الشعب أن يضرب أروع الأمثلة في القدرة على التحمل لكي يحولوها سيفا يضرب الشعب نفسه به. يبقى عايزين يحولوها سيف الشعب يضرب نفسه بيه. يبقى انا الشعب اليوم ضربت واحدة من اروع الامثلة في العالم في القدرة والتحمل، فباخد بقى منك السلاح، الميزة بتاعتك دي وسلاحك ده هو احوله الى انك تضرب بيه نفسك. يعني اديتك سكينة ايه قمت رازق بقى نفسك،
هو ده اللي شغال دلوقتي على كل مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت، وكل ما يوم بيعدي كل ما العملية بتزيد. وهناك بقى الناس اللي زيطة في الزيطة. وانا امبارح واول امبارح قلت للاب والام، خاطبت الابهات والامهات، خاطبت الناس ان هم يقعدوا مع اولادهم. الحكومة لن تستطيع ان تخاطب الشباب، والاعلام لن يستطيع ان يخاطب الشباب من خلال البرامج، وحركة الاعلام بطيئة جدا، مضاف الى ان انتاج الاعلام من المسلسلات الدرامية والأفلام التي تساعد على خطاب الشباب أساسا ضعيف ومش موجود، وبعدين وقته بياخد وقت. يعني حاجات كتير جدا في هذه المنظومة يعني بتعكس ضعف، بينما هو نفس السلاح الذي يتعامل به العدو. العدو بيستعمل نفس السلاح وهو الإعلام، باختلاف بقى الطرق وباختلاف المعالجة، ولكن هي الوسائل واحدة. احنا هنا كل اللي عملناه مسكنا الإعلام بس، ولم نحول هذا الأمر بقى بعد ما مسكنا الإعلام، ما حولناهوش إلى السلاح بتاعنا بقى الذي نضرب به الأعداء ونواجه به الأعداء. علشان كده الحقيقة أنا في غاية الحزن والألم. مصر ستتعرض خلال الأيام القادمة إلى ضغوط شديدة. مصر هتتعرض الأيام القادمة إلى ضغوط شديدة. هذه الضغوط لا تستهدف رئيس الدولة، لا، هذه الضغوط تستهدف الشعب. لأن المشكلة مش في رئيس الدولة خالص، لازم حضراتكم تبقوا فاهمين الكلام اللي أنا بقوله. العدو بالنسبة له المشكلة مش في رئيس الدولة، لأن مصر ولادة، النهاردة في رئيس، بكرة في رئيس، فالمشكلة مش في الرئيس، المشكلة في الشعب اللي هو حضراتكم. كيف يستطيعون إذلال هذا الشعب؟ كيف يستطيعون أن يكسروا هذا الشعب؟ كيف يستطيعون أن يمتطوا هذا الشعب؟ هذه الحدود. فالحرب اللي احنا بنتعرض لها دلوقتي والضغوط الغير عادية واللي أنا كنت متوقعها وحللتها كما هي وكما تحدث اليوم وحاولت أبلغ، حدش اللي يسمعني بيقولوا لك ده توفيق بيقول لنا وبعدين يطلع يقول على الهوى. يا عم امتى يعني؟ في حاجات بقولها لك وبعدين بطلع اقولها على الهوى ليه؟ لما بقولها لحضرتك ولاقيك طنشت وما تعاملتش معاها فبطلع اقولها على الهوى عشان ابقى خلصت ضميري. انما في حاجات انا قلتها لحضرتك وحضرتك تعاملت معاها فورا ما قلتهاش على الهوى لان حضرتك تعاملت معاها. فركز معايا، ركز معايا يا بيه، لان القصة ليست في الرئيس وليست في السلطة التشريعية وليست في السلطة التنفيذية وليست في المؤسسة الامنية. القصة فيكم انتم ايها الشعب المستهدف، انتم 105 مليون. كل الحاجات اللي انا قلتها دي مش محصلة مليون. فلازم سعادتك تكون مركز معايا وصح.
بص يا بيه، مصر تتعرض لضغوط وهي بتتعرض دلوقتي، ولكن الضغوط في تصاعد شديد. قناة روسيا اليوم أذاعت هي وعدد من وكالات الأنباء أن هناك اجتماعا سيتم قريبا، اجتماعا سيتم قريبا. من الطبيعي أن هذا الاجتماع تكون في مصر، ولكن لن تكون في مصر. ويبحث موضوع هو الموضوع الذي طالبت به مصر منذ 4 5 سنوات، إذن أن الهدف مزيد من الحصار على مصر. وأنا قلت لكم في حلقة امبارح لسه ولا أول امبارح، الخطة على مصر هي حصارها وعمل حزام نار حواليها جايب من ناحية الغرب، وإن سيتم هذا الأمر بالتزامن مع محاولة حصار من الشرق، ولكن هيبقى يعني الاتنين قريبين من بعض وفي توقيت واحد، وربما بتاع الشرق ده يجي بعد العيد الصغير. لم أكن أتصور سرعة الأحداث لأني توقعت بدأ بعد العيد الصغير، فوجدته امبارح. إذن إن هو بيعمل عملية سريعة علشان الشعب المصري ما ياخدش باله منها، وعلشان واحد زي حالاتي أو بعض الناس اللي ربنا يقدرهم إن هم يطلعوا يوجهوا نظر الشعب يقولوا له خلي بالك أنت داخل على معركة كبرى ما يلحقش فتحصل المباغتة. طبعا الكلام اللي انا بقوله قاعد يتفرج عليا كل فلاحين مصر والصعايده بتوع مصر اتفرجوا عليا، ونسبه بتاعت حوالي 50% من سكان المدن بتتفرج عليا. كان الاول 100%، دلوقتي 50%. ليه؟ لان الفلسفه التي يتبعها العدو قامت بدراسة هذا الأمر أيضا، وقامت بدراسة مدى ارتباط الشعب المصري بالإعلام بتاعه، فوجدت إن في انصراف من الشعب المصري عن إعلامه، فحطتها في الحسابات. علشان كده كانت الخطوات سريعة، انا توقعتها بعد العيد الصغير، هي كانت امبارح، ومتوقعها بعد العيد الصغير الاسبوع اللي فات، وقررت عليها في حلقة يوم الخميس اتعملت امبارح او مش اتعملت. بيتجهز وبيسرب اخبار عن انها هتتعمل من امبارح، طالعين لك على الانترنت عمالين شغالين في حملات بتعتمد على عدم قدرة الشعب على القراءة العميقة والمعرفة، فيطالبون بمقاطعة الاستفتاءات الدستورية، ويختزلون الاستفتاء الدستوري في الفقرة الخاصة برئيس الدولة. أنا قلت لكم مرة قبل كده يا فندية يا اللي بتفهمهم يا أذكية يا اللي أنا عايز أجيب لكم براميل أمشيها وراكم علشان الذكاء اللي بيخر منكم
احطه في البراميل وعينه ابقى ابيعه بعد كده للاغبية. قلت لكم الدولة ذات قوة وذات هيبة قوية. ان كانت تريد ان تقوم بتعديل المادة الخاصة برئيس الجمهورية لكانت عدلت المادة الخاصة برئيس الجمهورية لوحدها وخلص. انما الدولة ما عملتش ده بالرغم من قوتها وهيبتها. طيب اتنين، الاهم ان التعديلات الدستورية هي تعديلات لدولة وليست لفرد، لشعب وليست لحكومة، لمستقبل استراتيجي وليست لجماعة إخوان الشيطان وقطر وتركيا. الكلام ده أنا قلته امبارح، قلت تحديدا أن درجة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مشاركة الشعبية يعني عدد الناس اللي هتروح تحت المراقبة من العدو علشان من خلاله العدو هيقيس قدرته على اختراق الدولة المصرية ونجاحه في احداث فجوة، درجة نجاحه وانه هيقيس درجة نجاحه في احداث فجوة بين الشعب وبين السلطة الحاكمة بتاعته. الكلام ده انا قايله لكم امبارح وبكرره النهاردة. انا بقول قبل الحدث، انا بقول قبل اللي هيحصل، انا بقول قبل اللي ممكن حضرتك ما تاخدش بالك منه. بقول لك خد بالك، كل واحد في دماغه ان المستهدف رئيس الدولة. طيب والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم ثلاثة يمين الله ان المستهدف ليس رئيس الدولة وانما المستهدف انتم ايها الشعب. خلاص، اصل دي اخر ما اخر مرحلة بقى، لو نجح فيها هيركبكم، هيركبكم زي الحمير بالظبط. وحتى قيام الساعة ده دل عنده في المفهوم وفي العقيدة الدينية بتاعته، بالرغم من أنه يعلم أن هناك ملكا للشمال وهناك ملكا للجنوب وأن ملك الجنوب هو مصر وملك الشمال تقريبا، شوف بقولها لكم تقريبا، يعني هو عنده في ملك الشمال توقعات، ممكن يكون فلان ممكن يكون علان، لكن في ملك الجنوب مصر ما فيش عنده توقعات. في هذه الرواية موجودة في العهد القديم، بني إسرائيل أبناء العم بيفسروها بمزاجهم وفقا لمزاجهم ووضعين الخطة بناء على ده. اللي أنا بقول لكم اسمعوه صدقوني، وخاصة أن مصر هي رئيس الاتحاد الإفريقي في هذا الوقت. وهم عندهم في تفسيرهم مكتوب كده، عندما تتزعم مصر إفريقيا. تعمل محاولة. شوف بقى. مكتوبة لدار عندما تتزعم مصر افريقيا تعملوا محاولة لايه؟ لكي تسيطروا
وتمتطوا وتملكوا مصر أرضا وشعب، أو شعبا وأرض، مش بحرب ولا لها علاقة حتى لا مؤاخذة جزء لا باللي بيحصل دلوقتي. وهي الملك، هو بقى بيزنق عليك من كل مكان. وفي مثل بيقول بتجيلك الضربة من حد ممكن لا تتوقع اطلاقا اطلاقا ان الضربة تجيلك منه. هم شغالين في ده دلوقتي، الله اعلم الدولة واخدة احتياطات ايه او واخدة اجراءات ايه، لكن هو بنى خطته على المتابعة الدقيقة لك ولتصرفاتك واعمالك وافعالك الشعب والدولة. هطلع فاصل وفكروا في كلامي على مرجع تاني، لان انا خلاص خلاص انا وشي احمر. يعني هو لو دخل عليا بالكاميرا انا وشي احمر زي الدم. من ايه؟ من ان انا حزين، حزين ان في ناس في الشعب، ناس على ارض مصر ما زالوا مثل الحمار الذي يحمل أصفارا. بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم تاني، فكرتوا في الكلام اللي انا قلته. لا قصه، مش قصه تفكير بس، القصه ان لازم حضرتك تتفرج على الحلقه دي تاني في الاعاده على الحياه البنفسجي، وتقعد تستناها تاني لما تتعاد على الحياه الحمراء عشان تحفظ الكلام اللي انا بقوله، لان هو ده اللي حضرتك هتشوفه خلال الايام اللي جايه. انا ما عدتش اقدر احدد وقت، لان ممكن احدد وقت يطلع قريب وممكن احدد وقت يطلع بعيد، ولكن هو كما هو كما قلت. وانا من 5 سنين عرضت الخريطة وقلت لك عليها، وعرضتها بدل المرة 30 مرة، ولكن حضرتك بمجرد ما حققت انتصارك في 30/6 فرحت وزقطت وقعدت تزغرط وتهلل وتسقف، وبعدين نمت ونسيت الخريطة اللي أنا عرضتها لك. علشان كده أفكرك بيها تاني. هات الخريطة يا عم عماد، هنجيب الخريطة العصا، خلي بالك منها، هي أهم العصا. العصا أهم حاجة يا هلا. ماشي، هذه هي الخريطة. شوف يا بيه، بص أهي، شايف كل النقاط السودة دي؟ هي دي الحصار، لو انت واخد بالك كلها نقاط الحصار اللي موجودة. شوف السودان اهو اهو، ليبيا اهي، عندك تشاد اهي، عندك النيجر، عندك مالي، الجزائر اللي محدش كان، كانت ايامها الاوضاع في الجزائر اوضاع مستقرة كويس، عندك موريتانيا، بس موريتانيا لحقت نفسها والرئيس الموريتاني قد تقدم باستقالته ففوت عليهم الفرصة. يبقى موريتانيا من الدول اللي فوتت الفرصة وتقدم الرئيس الموريتاني باستقالته وجاء برئيس جديد حتى لا يحدث في موريتانيا الخطة اللي هم كانوا عاملين. شوف بقى سعادة، كل ده أنا موريه لحضرتك من كام سنة؟ 5 سنين. من 5 سنين ومصر ايه؟ والبؤرة اللي موجودة فيها موجودة في سيناء. الجيش طهر سيناء من البؤر الارهابية.
مظبوط. طيب من امتى؟ 4 ايام اتعمل عمليه انتحاريه في الشيخ زويد. العمليه الانتحاريه دي بتعكس لي ايه انا كراجل محلل نفسي، كمحلل نفسي واجتماعي ومراقب سياسي، بتعكس لي حاله الياس التي وصلت اليها الجماعات الارهابيه في سيناء بعد ان استطاع الجيش المصري وقوات الامن المصريه ان تحقق انتصارات كاسحه، دفعت دماء ودفعت اموالا من اجل ان تحقق هذا، طبعا اموال من خزينه مصر، من اجل ان تحقق هذا الانتصار. فكانت النتيجه عمليه انتحاريه لواحد اسمه ابو هاجر المصري علشان يموت له عدد من الضباط وامناء الشرطه. عمليه ياس بقى خلاص، اصل هو كده كده ميت، يعني هو في دماغه تعامل مع الامر ان هو كده كده ميت، اذا فضل هيقع في ايد الجيش والشرطه. طيب قال لك بدل ما اقع هو بعمل عمليه انتحاريه وخلاص. دي بتعكس لي ايه؟ بتعكس لي ياس الجماعات الارهابيه من تحقيق اهدافها او تحقيق اي تقدم في سيناء، وان الجيش استطاع ان يفرض سيطرته وحصاره الكامل للارهاب على ارض سيناء، فادى الى هذه العمليه اليائسه. انا راجل بحلل، ما بعملش كفته ولا طرشي، فبقول دي ليه اتعملت العمليه الانتحاريه عمليه ياس، لان اي عمليه انتحاريه بتبقى نتيجه ياس. بس فبنيجي بقى هنا اهو يا باشا اتفضل. وانا قلت للسعوديه سيتم حصار السعوديه، وهذا الكلام حصل، سيتم حصار دول الخليج العربي كلها، وهو ده اللي موجود دلوقتي. وعندك بقى ايه هنا اهو بقى الشغل ده هنا، دي منطقه الصحراء الكبرى واخد بالك، عندك في نيجيريا المنطقه اللي هي دي نيجيريا، هو ده اللي انا قايله من 5 سنين. 5 سنين، 5 سنين. خش بالخريطة يا عماد على الشاشة على طول اهي عشان تشوفها بوضوح، تبقى واضحة قدام سعادتك. حصار منطقة الخليج العربي، دول الخليج العربي بكاملها، الوضع ينهار في السودان، وانا عرضتها وكانت السودان في وضع الاستقرار، ليبيا، الجزائر، وانا عرضت الخريطة وكانت الجزائر في وضع الاستقرار. النهاردة الجزائر نقطتين وسلاح، عارفين يعني ايه حاطط مدفعين كده ونقطتين سودة؟ يعني تقاتل. موريتانيا استبعدها رغم ان هو حاطط فيها نقطه سود. سبب استبعاد موريتانيا ان الرئيس الموريتاني السابق تقدم باستقالته. انت حضرتك بقى بايه بعد ما حققت انتصارك في 30/6؟ نمت، رجعت للكنبه تاني، وانا حذرت وفي بداية وجودي على قناة الحياة الناس بقت تقول لي انت متحامل على جمهور الكنبة ليه؟ ده جمهور الكنبة بتاعك، دول ناسك. انا عارف ان هم ناس، هم بتوعي وانا بتاعهم، ولكن انت لما يكون لك ناس نايمة وانت خايف عليهم تصحيهم ولا تسيب القطر ياكلهم؟ صحيهم. عرفتوا بقى انتوا بتزعلوا مني غلط ليه؟ لان انا هدفي اصحيكم. النهارده سعادة الباشا هو شغال على الانترنت. طيب بيعمل ايه على الانترنت؟ بيعمل لك احباط، بيعمل لك حالة من التمرد الصامت،
يعني لا تشارك في عملية سياسية من خلال التعديلات الدستورية الهدف منها استكمال إعادة بناء هذا الوطن وهذه الدولة. إعادة البناء هذا الوطن وهذه الدولة هي إعادة بناء للدولة لمصر. وما هي مصر؟ هي أنت. وأنت مين؟ أنت مصر وليس رئيس الدولة. وليس رئيس الدولة. ده هدف التعديلات الدستورية. هو بقى بيشتغل عليه. هو بيستغل حروب الجيل الخامس. هو شغال عليك شغل جامد جدا لان الشغل بيظهر دايما في الاحداث. فانت عندك حدث. الحدث بتاعك هو التعديلات الدستورية. فهو بيبتدي يرفع مزيد من العمليات حروب الجيل الخامس اللي انا وقفت على السبورة هنا وشرحتها لما اتخنقت. وواحدة من اهم تكتيكات من اهم خطط حروب الجيل الخامس ان هو يفصل الشعب يخليه في جبهة او يخليه في جنب والحكم في جنب. فيبقى فيه ايه؟ فجوة. يدخل هو. بيبتدي يدخل بايه؟ بطابوره الخامس. بيبتدي طابوره الخامس يشتغل بتسميم الافكار، بلخبطة العقول، زي ما اتعمل في نفس اللي اتعمل فيك قبل كده بيعملوا تاني. انت قبل كده خلي بالك بقى عشان افهمك هو بيفكر ازاي وبيشتغل ازاي. انت قبل كده هو دخلك معتمد على حاجتين اتنين. الحاجة الاولانية طول فترة الحكم، فترة حكم طويلة 30 سنة، فكانت بالنسبة له طريق يدخل منه. و كان في الوقت ده موجود بقى حالات بقى ايه يعني فساد ووساطة ومحسوبية، واللي مش عارف عايز يدخل ابنه كلية يقول لك يدفع فلوس، واللي مش عارف كانت الدنيا بايظ. فاستغل هذه النقاط ودخل منها وخلى طابوره الخامس يشتغل، فلاقت قبول من الحمار الذي يحمل أصفار، مش فاهم حاجة خالص، اتحرقت البلد. طيب هو النهاردة بقى بيستغل ايه؟ الحكم قوي، والحكم بيواجه الفساد، الحكم واجه المحسوبية وواجه الوساطة. انا كتوفيق عكاشة اقسم بالله لا استطيع ان انا اتوسط لأي حد في أي حاجة لا تنطبق عليه الشروط. وآخرها أحد أحبابي وهو رجل كبير من رجال وزارة الأوقاف عنده ابن مهندس وداخل مسابقة وبتنطبق عليه الشروط، ولكن له زمايل جايبين درجات أعلى منه، فهم خدوا الدرجات العلمية الأعلى فالأقل فالأقل ما وصلوش له، فقالوا لي احتمال هنزود فهنصل له. ده أنا بقول لكم آخر حاجة، وحكيت لكم حكاية ابني، جيت أتوسط لابني معرفتش. فإذا أن هناك إجراءات إدارية شديدة بتتعامل حضرتك محدش بيتكلم عنها، محدش بيطلع يتكلم على إلغاء الوساطة والمحسوبية إطلاقا. أنا بوضح لك ماشي. طيب أنت دلوقتي ما عندكش طول فترة حكم، ده فترة حكم صغيرة 5 سنين، ما لحقتش لسه يعني. ده العيل اللي اتولد لسه ما دخلش المدرسة.
طب يدخل لك منين بقى؟ ايه البديل بتاعها؟ الاسعار. البديل الاسعار بقى بجانب ترويج الشائعات التي تتناسب مع الاوضاع لك الثقافيه والاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه. ما انا ما باجي اطلع اشاعه ما بطلعش الاشاعه كده جهجهوني عمرها ما تمشي، انما لما اطلع اشاعه بتتناسب مع البيئه العامه، المناخ العام، الجو العام بتاع المجتمع هتمشي. وبطلع الاشاعه برضه لها حاجه تانيه مهمه، انا مش عايز اعلمكم بقى الاشاعات بتتعمل ازاي، تقعدوا تملوا الدنيا اشاعات. المهم لها عمليات اخرى هو بيطبقها فبيروج الشائعه. فانت حاليا عندك اشاعات في الشارع وعندك انترنت شغال عليك وعندك 17 قناه فضائيه، 17 مش 7 ولا 2 ولا 3، 17. الخطه الاشاعات مع الانترنت مع ال 17 قناه، الثلاثه شغالين في خطه واحده وبخطة واحدة وبتخطيط واحد وبمؤامرة واحدة وبتكتيك واحد. بيستهدف ايه؟ بيستهدف انه يصل لحضرتك يدمر عقلك، يدمر ايه؟ عقلك، تقوم حضرتك تتخلخل نظرية خض اللبن. وقلت لكم كنا بنخض اللبن ازاي دلوقتي عشان يبقوا ما في ناس ما حضرتش خض اللبن في الجلده، فنقول الغربال. انت حاطط شويه حاجه في الغربال وبتعملها كده، هو بيعملك كده دلوقتي. طيب ده اللي هو ايه؟ اللي هو حروب الجيل الخامس. طيب عايز يصل الى ايه؟ الى تكتيك ينفذه، انه يعمل لك فجوه بقى. طب لما هيعمل لك فجوه هيستفيد ايه؟ هيرجع يرجع ويطلع الطابور الخامس بتاعه تاني، اللي هم اليساريين واخوان الشيطان من الجماعات من الخلايا النايمة، تبتدي تنتشر وسط الشعب بالإشاعات بقى، بمزيد من الإشاعات، ويبتدي يسخن في حضرتك بقى، يخليك ناقم ورافض لكل شيء وشايف كل حاجة سودة، مفيش فيها حاجة واحدة بيضاء أبدا. بيجهزك عشان تحرق نفسك. بس ادي اللي ادي اللي هم شغالين عليه، واللي حضرتك نايم قضيتك مجموعه من الحاجات الخطيره الحقيقه، هي صينيه المكرونه بالبشاميل، حله الرز، طاجن الرز المعمر، شوربه شويه شوربه بحته لحمه، جوز الفراخ، ذكر البط اللي هيتذبح وتضرب الزلموكه بتاعته، قلنا المحشي الكبيبه، وهنقولها بلغه الفلاحين الكبيبه، واخد بالك؟ فانت عندك 7 حاجات مهمين وممكن يصلوا لـ8 9. الباميه موضوع مهم. اما ما تبقى من مواضيع فهي مفيش. يلا يا عم اضحكوا علينا، ده احنا كنا مش عارف ايه. يلا ما هو عايزك كده عشان يخليك تحرق نفسك، مظبوط، وما تبقاش حاسس وانت بتحرق نفسك، يعني يديك البنج التمام
يبنجك بنج تمام بال 17 قناة وبالمواقع الانترنت، واخد بال سيادتك، وبالاشاعات اللي في الشارع، يقوم يديك البنج، حقنة البنج بقى تاخد لك 20 سنت بنج ما تحسش، تقوم رايح جايب لتر بنزين ورامي على نفسك ومولع في نفسك، بس شكرا. هو عايز كده زي ما خلاك عملت نفس العملة قبل كده. فهو شغال بقى المرة، المرة اللي فاتت كان بيستغل 30 سنة حكم وطول فترة الحكم والكلام اللي انا قلته لك، المرة دي بيستغل إعادة هيكلة الاقتصاد والتحول من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الحر الرأسمالي، وتحرير الاقتصاد تحريرا كاملا، وإيه؟ وأن ينطلق المواطن اللي هو حضرتك اللي كان معتمد على الكسل بقى، يعني ما كده كده الحاجة رخيص، فعايز بقى يشغلك، ما هو انت لما تتحط تلاقي الحاجة غالية تشتغل عشان تجيب فلوس، فيحولك من مواطن كسلان الى مواطن منتج تعمل. هو بيستغل ده لان في حاجة اسمها نظرية المقاومة الشخصية الذاتية لدى الافراد. اي انسان بيبقى متعود على حاجة، بتيجي تغير له الحاجة دي عشان تعوده على حاجة تانية غيرها، بيحصل منه حاجة اسمها المقاومة، الرفض. دي علم نفس، ده لازم يحصل، ده علم احنا سينه ودرسوا علماء العلماء واساتذة الاساتذة، خلي بالك. فشغال بيه، ما كل ده بتطبق. جميل، يستغل كل ده. انت حضرتك دلوقتي في ده، الجزائر لازم تشوف، كنت اتمنى ان عز يكون مساعدني بتقرير للسودان، ولكن احنا اتزنقنا الحقيقة والاحداث متلاحقة. فشوف بقى الجزائر عامل فيها ايه، يعني تغيير كامل في الجزائر وفقا للدستور بتعمل. الشعب رافض الكلام ده خالص، عايز يهد البلد خالص. طب هتدي البلد هتبنيها ازاي؟ مين اللي انت مجهزه عشان يبنيها؟ هل انت عندك ناس بتعرف تبني؟ ولا اي واحد يقول لك انا بشتغل بنا تقول هاتوه؟ مفيش حاجة خالص، عايز يهد الاول. طيب انا لما باجي اهد بيتي عشان ابنيه تاني، مش بكون حاطط عيني على البنا والراجل بتاع المسلح والراجل بتاع المحارة والراجل بتاع بياض الزيت والراجل اللي هو النقاش والراجل الكهربائي اللي انا اجيبه، بكون حاطط عيني على الناس دي كلها علشان خاطر تعمل لي البيت؟ ولا بروح اهد البيت وانا لا اعرف كهربائي ولا بنا ولا بتاع صبة ولا بتاع محارة ولا بتاع اي حاجة، معرفش اي حاجة، هبني ازاي؟ في الجزائر عايزين يطيروا كل ده. طب يا جماعة ماشي، ما بنقولش لا، فين الناس اللي هتبني؟ مش متفقين على حد، ولأن الغوغاء لما يعني بيبقى فيه اي حاجة بتبقى غوغائية، يعني مع احترامي انا بدي امثلة علمية، ما بتعرفش تصل. لما انت تقف في وسط 30 واحد تعرف تخليهم يتفقوا على رأي؟ كل واحد برأي، مظبوط؟ فبيصعب ان انت توحد، لان عملية توحيد الاراء دي محتاجة رحلة عمل. طب هو ما فيش رحلة عمل لتوحيد الاراء في الشعب الجزائري، ايه اللي يحصل؟ انهيار. إن لم يفيق الشعب الجزائري لهذا الأمر، ومن يتصدر الحديث في الإعلام كلهم إخوان ويساريين
وكل من هو جاهل. وده بختاره، ما بختارش واحد بيفهم. لما بيجي بالصدفة حد بيفهم بيقوموا قافلين عليه وماشيين، ما بدلوش فرصة للكلام. انا متابع كله يعني. انا شفت عدد من اساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الجزائر عملوا مداخلات وكانوا ضيوف، كلموا كلام كويس جدا، فاهمين. التانيين قاعدين معترضين على ايه يا ابني، ده الراجل بيقول لك الصح. هنشوف مع بعض الجزائر وارجع تاني. سامعين؟ انا عايز احكي للاخوة في الجزائر حكاية، يا ريت تكونوا سامعين، وفي نفس الوقت بحكيها للشعب المصري، وفي نفس الوقت بحكيها للشعب السوداني، وفي نفس الوقت بحكيها للعرب كله. ايه القصة دي؟ في 25 يناير 2011، بعدها يعني، كانت الناس قاعدة في ميدان التحرير ترشح مسؤولين وقيادة. الناس بقى اللي هم بقى اللي عاملين بقى صور بقى وقاعدين واحتشاد وبتاع مش عارف ايه. المهم جابوا واحد، طلبوا المجلس العسكري انه يجيبوا ده راجل مسؤول، راجل محترم وكويس وبتاع مش عارف ايه. المهم المجلس العسكري في ظل الاوضاع والظروف وعملية التهدئة، طبعا المجلس العسكري عنده كل المعلومات، ولكن انا بحافظ على دولة، انا عندي نار ايدة بتحرق البلد لازم اطفيها، انا عندي ناس بتحرق نفسها ومش فاهمة انها بتحرق نفسها، وانا بقول لها يا جماعة انتم بتحرقوا نفسكم، لك لا طب ماشي، فلازم نطفيها. فجابوا واحد، المهم اتعمل مسؤول. اتعمل ايه؟ مسؤول. الواحد ده للأسف كان موجود في إحدى الدول الأوروبية. كان بيعمل إيه؟ كان بيعالج في مصحة للأمراض النفسية، قعد 3 أشهر يعالج من تعب نفسي عنده. وجه دي حكاية، حكاية بسيطة. جابوا واحد تاني برضه، ده عظيم، ده من العظماء. طيب ماشي، تدور في تاريخ هذا الرجل تلاقيه احد عملاء، احد اهم عملاء العدو اللي بيحرق، والناس اللي كانت بتطالب بيه في الشارع وجم. كانت النتيجة ايه؟ نتيجة ان البلد اتحرقت. من الذي احرق مصر؟ ابنائها، بجهلهم، بعدم توفر المعلومات لديهم، بعدم معرفتهم، بعدم ثقافتهم. الحكايه دي انا بس عايز افكر بقى المصريين وببعتها الى الشعب الجزائري وببعتها الى الشعب السوداني والى كل الشعوب العربية. ثم مين بقى اللي كان بيتصدر المشهد؟ مجموعة من الذين تم تدريبهم في صربيا، في صربيا على الثورات الملونة. تيجي تسمع خطاب للرئيس الأوكراني اللي هو أول رئيس جه لأوكرانيا بعد الثورة الملونة، هما اللي جابوه الثورات بقى وبتاع. فالمهم الراجل قعد شوية بقى ومشي لواحد تاني. فالراجل ده بقى عامل لقاء في التلفزيون، فبيقول ايه؟ اسمع بقى،
بيقول أنني كنت لا أعلم أنني أداة تدمر نفسها ووطنها. وكان رئيس، وكانوا يريدون تقسيم أوكرانيا وتفتيتها. اعترافات. وبرضو الناس اللي كانوا جايبين، لأن في عهده انهارت أوكرانيا انهيار شديد. أوروبا بقى لقيت إن الثورة دي جايبة خراب في أوكرانيا، فبدأت أوروبا تدخل علشان خاطر تلحق أوكرانيا، وبدأت روسيا تدخل، فانقسم الأمر في أوكرانيا ما بين جماعة مؤيدة لأوروبا وما بين جماعة مؤيدة لروسيا، وظل الحال على حاله لغاية دلوقتي. من سنة بقاله أكتر من 15 سنة نزيف في الدولة، ودولة فيها اقتصاد وتعتبر طريق يجيب ذهب، تمر فيه الثروة الطبيعية من روسيا إلى أوروبا، لا يستفيدون منه لأن الخلافات ما زالت موجودة. بص يا بيه، عايز تدمر أي مجتمع اعمل فيه خلافات. انت كتوفيق عكاشة مثلا قاعد، او انت كأحمد ابو علي، او حسين ابو حسين، او سعد ابو علي، او محمد عبد الرحيم، اي حد لما مشروع او عندك محل بالتاجر مثلا في مواد البقال، وقاعد منتبه لمشروعك وشغال الله ينور وكافي خيرك شرك، وحاطط خطة ان انت تخلي المحل ده 10 محلات، هتنجح ولا هتفشل؟ اديك ماشي في طريقك، وربنا بقى هو اللي هيكتب لك النجاح من الفشل. طيب خليك انت بقى برضو نفس الاسم محمد ابو عبد الرحيم، وعندك محل بقال، وربنا اكرمك معاك قرشين وبتاع، وجبت الكرسي وقعدت قدام باب المحل، وقضيتك تعمل مشكله مع سعد ومشكله مع ابراهيم ومشكله مع حسين، فوجئت ان انت وقعت في المشاكل وسبت كل التجاره بتاعتك، ايه اللي هيحصل لها؟ هتروح. مظبوط؟ هتروح. او انت راجل فلاح عندك فدان ارض، الفدان الارض ده له كام حد؟ 4 حدود. بدل ما تزرع في الارض بقى وتظبطها يعني وتضيع وقتك كله فيها، قمت سايب الارض وعامل مشاكل مع جارك على الحد اليمين، وعامل مشاكل مع جارك على الحد الشمال، وعامل مشاكل مع جارك على الحد اللي تحت، وبقت قضيتك. سبت الزراعه وشغال في مشاكل على الحدود بتاعت ارضك مع الجيران، هتفلح يا اله؟ ترد يا اله؟ هتفلح؟ ها؟ اذا كان الفدان، واحنا هنضم القمح اليومين دول، اليومين الجايين دول، اذا كان الفدان هيجيب له 22 اردب قمح ولا 20 اردب ولا حتى يا اخي 19، لو انت كنت عامل كده وشغال في المشاكل على الحدود مع جيرانك، ابقى تف على دي لو جاب 11 اردب قمح، واذا جاب 3-4 تحمل تبن يبقى كويس. طب لو انت بقى قاعد ملتفت للغله بتاعتك لشويه القمح، والجيران علاقتك بهم طيبه، وقضيتك خدمه الارض، والسماد البلدي نزلته، والكيماوي نزلته، والري، وخدمت الارض خدمه مظبوط، هتطلع كام؟ والله تطلع 23 اردب قمح.
بعد التقاوي الجديدة اللي موجود. هو ده الفرق. يبقى النهاردة علشان خاطر انا اوقع شعب اعمل فيه مشاكل، يعني فتن بعملها عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا العب في دماغك واعمل اختلاف في الرأي واحول الاتحاد الى تفرقة، افرق الناس واخلي كل 20-30 واحد برأي، يبقى في المجموعة بتاع ابراهيم فيها 20 واحد، ومجموعة سعد فيها 20 واحد، ومجموعة ابو خليل فيها 20 واحد، ومجموعة ابو عمر فيها 20 واحد، والاربع مجموعات قاعدين شغالين ماسكين في بعض، مفيش حاجة هتفلح. لا اديك مثل تاني يا اخوي وبيحصل في البلاد. لما يجي عندنا في بلد ولتكن ميت الصالحات، جاي لها مشروع مكتب بريد، وميت الصالحات دي فيها 6 عائلات مثلا، فعائلة ابو عمر عايزة تحطه في شرق البلد، وعائلة ابو حسين عايزة تحطه في غرب البلد، وعائلة ابو علي عايزة تحطه في جنوب البلد، وعائلة ابو عادل عايزة تحطه في شمال البلد. يبقى كل عيلة عايزة تحطه في حتة من ال6 عائلات، 4 عائلات مختلفين، والعيلتين الاتنين قاعدين يتفرجوا في البيوت. ايه اللي بيحصل؟ بيضيع مكتب البريد، ولا بيتعمل مكتب بريد، ولا بيحصل مكتب بريد، وبيقعدوا مختلفين مع بعض على مكانه وشكرا. واللي بيخسر مين؟ البلد واهله وهم نفسهم. ال4 عائلات بتخسر المكتب البريد ومعاهم العيلتين التانيين. مظبوط يا سعدية ولا لا؟ مظبوط يا تهاني ولا انا بجيب كلام من دماغي يا صبحة؟ مظبوط يا عبد العزيز؟ مظبوط يا عبد الرحيم؟ ابراهيم مظبوط ولا غلط؟ يا سمرقص بجيب كلام من دماغي ولا هو ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي بيحصل في البلاد. كبر بقى الموضوع ده على مستوى الدولة. لما يحصل خلاف مين بقى اللي بيلعب على عمال الخلاف؟ 17 قناة فضائية ومواقع مش عارف الفيسبوك والانترنت والهبابي والطيني والزفتي والاشاعات، ابو العريف بقى والمفتي قاعدين يدبهم. في النهايه مين اللي بيخسر؟ مصر. وهذه هي حروب الجيل الخامس اللي هوريها لكم تاني عشان افكركم بيها بعد الفاصل يا اخو. انا داخل لكم بحروب الجيل الخامس. شو بقى؟ علشان خاطر انا امهد لحروب الجيل الخامس واشغلها، لازم ابعدك عن الثقافة وعن القضية الوطنية وبعيدك عن الانتماء الوطني. إذا أنا قدرت أشتتك وقدرت ألعب في الرأي العام علشان أخلي اهتمامات الرأي العام اهتمامات وفقا لأحد البروتوكولات اسمها اهتمامات ترفيهية. لما بعمل أنا الاهتمامات الترفيهية في المجتمع فده بيقابل تراجع فيما يسمى بالانتماء الوطني، وبيقابله تراجع في الاهتمام بالمعرفة والثقافة. فلما نيجي نشوف الواقع على الأرض في مصر
نلاقي هناك اهتمام شديد جدا بالكورة ولعب الكورة، ونلاقي الشباب والكل اللي تحت 40 سنة قضيتهم الكورة، حتى عز الأطروش قضيته الكورة، ونفاجأ بالأندية ونفاجأ بمش بحرب بالأندية، ونفاجأ واهتمام وإشغال الرأي العام بالخطأ، لأن ده لا يجوز في الحالات اللي احنا فيها وفي الأوضاع اللي بتعيشها المنطقة. ما ينفعش، لازم يبقى اهتمام الشعب بما يدور على الأرض العربية، وفي جزء كبير جدا لديه بالمعرفة. فلما أنا بغيبه بالكورة ببتدي بقى أجهزه إن هو بقى لما يقعد فاضي كده شوية بقى بعد الكلام في الكورة بقى، واخد بالك، وبعد بقى ما بيضيع وقته واتنين ماسكين في بعض على النت على فرقتين، وجماعة قاعدين على القهوة عمالين يزعقوا مع بعض عشان ماتش كورة، فبيقوم يروحوا بقى، يقوم يقول لك اما بص على التلفزيون شوية، ما اجيب قناة الفلانية ولا اجيب قناة الجزيرة ولا اجيب القنوات اللي هي 17 اللي بتضرب في مصر، لان هو مش هيبص على القناة المصرية، لان هو بقى متهيأ له ان هو بقى راجل بقى يعني ارفع، وهم بقى بيطبلوا، فمش هيبص. انا بعلمك بفهمك ازاي بيصنع، او ما اجيب بقى القنوات اللي هي ايه بقى، اللي هي بتنفذ حروب الجيل الخامس، فالعب في افكارك، مستغل ضعف المعلومات عندك، مستغل عدم وعيك وثقافتك بماهيه بمعنى إعادة بناء دولة، وكيفية بناء الدولة، وكيف يكون إعادة بناء الدول، وكيفية بناء الدول. وأنا ضربت لك مرة مثل، وضربت لك وعملت لك مقارنة ما بين محمد علي باشا رائد نهضة مصر الحديثة الأولى، وما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمد علي عمل إيه والرئيس السيسي عمل إيه، وهما الاتنين عمل واحد نفس اللي عملوا ده عملوا ده، مع اختلاف الأزمان واختلاف العلوم واختلاف التكنولوجيا. بس انت حضرتك بقى بتقول محمد علي كان رائد نهضة مصر الحديث، طب وعبد الفتاح السيسي؟ طب ما هو ده نفس ده. لا، ليه؟ لانك مغيب معلوماتيا، اهتماماتك في اماكن اخرى، هل منها الترفيه، ها؟ اقوم انا بقى بشتغل لك بطريقه غير مباشره في ان انا اوجهك الى الرفض، واوجه المجتمع الى الاختلافات والفتن، لان انا بدربه على الاختلافات بالكوره، بالاختلاف اللي بيشجع الاهلي، بيشجع الزمالك، اللي بيشجع الاسماعيلي، بيشجع المصري، بيشجع الاتحاد، اللي بيشجع المحله، بدرب بقى على الاختلافات، فبصنع ثقافة الاختلاف الجاهل، او الاختلاف الذي لا يؤدي الى هدف، او الاختلاف او الاتفاق حتى الذي لا يؤدي الى هدف، لان في النهاية دي كورة ترفيه، عملية معنوية. انت لما بتشجع الزمالك ما بتكسبش فلوس، وما بتشجع الاهلي ما بتكسبش فلوس، وما بتشجع المحلة ما بتكسبش فلوس، وما بتشجع المصري ما بتكسبش فلوس، عملها معنوية خلاص. انما انا هنا دربتك على الاختلاف، ودخلك بالقنوات التانية بقى 17-18 قناة، وعلى الانترنت، فاصنع الخلاف الاجتماعي. اصنع الايه؟ الخلاف الاجتماعي. وريني بقى حروب الجيل الخامس، اطلاق الشائعات عن طريق وسائل الاعلام الالكترونية للافراد مستغلين عدم معرفتهم بقواعد الاعلام، وتدعيمها بعدد من القنوات والاذاعات المملوكة والتابعة بطريقة مباشرة او غير مباشرة بنظام الادارة عن بعد،
بمطلق حروب الجيل الخامس والتي تستهدف إحداث فجوة بين الشعب وسلطته الحاكمة. كفاية كده، هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي موجود دلوقتي. شط السطور دي طبعا في ناس بقى قاعدة على الانترنت متبرعة ما يشتبه حد، ولكنهم مين بقى؟ ابو العريف والمفتي والفهلاوي، سواء ستات او رجالة، ولا تتوفر لديهم المعلومة ولا يعلموا ما هي قواعد الاعلام. ما هماش رجال اعلام، اي حاجة بيسمعوها يرزعوها عني. بلبلة، بعمل بلبلة في الافكار وفي الرأي العام. ده اللي عليك دلوقتي، عليك بضغط وبقوة شديدة جدا. في مقابل اعلام الدولة او الاعلام المصري، سواء كان بتملكه الدولة او بيملكه القطاع الخاص، يعني انا اسف في هذا التعبير واسف جدا، مكسح، مع اعتذاري الشديد لكل الافاضل الذين يقودون هذا الامر. ليه؟ اولا ما عنديش الاعلاميين المدربين على مواجهة هذا الامر، ما عنديش الاعلاميين الذين يمتلكون الثقافة والمعلومة والمعرفة والوعي لمواجهة هذا الامر، ما عنديش الضيوف، الضيوف اللي هي الطبقة المثقفة، لان كانت مصيبتنا في مثقفينا في الفترة اللي فات، فانا ما قدرتش احضر ولا اجهز طبقة مثقفة جديدة، فمش موجود عندي برد. مضاف الى ان الاعلامي لما بيجي يختار ضيف له شروط: غزارة المعلومات، كمية الثقافة، القدرة على الحديث والحوار، يعني واحد يكون صاحب لسان مفوه منطلق. تفاجأ ان انا في مصر كلها عندي 3-4-5 بالكتير. مش معقول انا كل يوم اجيب الدكتور مصطفى الفقي مثلا عشان يتكلم، انما انا عندي ناس كتير موجودة برضو ولكنها غير مكتشفة. انا عندي في الخارجية المصرية ناس كتير جدا، سواء على المعاش او موجودين. عندي في مراكز البحوث الاجتماعية والجنائية، مراكز البحوث الاجتماعية والجنائية، ناس كتير جدا محدش بيسعى اليه. عندي في عدد من المراكز البحثية ناس كتير جدا لا يسعى اليهم احد، انما انا عندي زي ما بنقول كتالوج استنباط. فشيء طبيعي ان انا امام حرب غير متكافئه اعلاميا دلوقتي، العدو شادد علي، انا في حرب اعلاميه غير متكافئه. والحقيقه انا بسال الدوله لماذا هذه الحرب الغير متكافئة؟ لماذا لا تقوم الدولة بسرعة؟ العملية بطيئة، الدولة شغالة بأمانة، شغالة شغل جامد جدا في الإعلام، وإني أرفع القبعة للدولة التي استطاعت أن تقبض على زمام الأمور في كل الألوان وأنواع الإعلام، ولكن هي قبضت على زمام الأمور ووقف. شكرا. بينما العدو بتاعي شغال زي الاسهال، زي المكنة. سيادنا غلط، لابد من اننا يكون عندي نفس الاسلحة الاكثر قوة وخطورة. في برامج كتير جدا اعلامية ممكن تتعمل تخلي هناك ارتباط وترابط، وتخلي هناك فاعلية وتفاعل، وكتير
انما في حاله من القيد في وقت خطير، في وقت لابد ان يكون فيه انطلاقه وليس قيد، انطلاقه وطنيه، انطلاقه وطنيه مثقفه علميه واعيه دارسه فاهمه لها القدره على ان تكون احد التروس في اعاده بناء الوطن. ده الواقع. انا طبعا ليس معنى كلامي ان انا رافض الناس اللي بتدور الدنيا في الاعلام دلوقتي اطلاقا، كلهم ناس مؤدبين بامانه، وكلهم ناس محترمين، وكلهم ناس وطنيين، ولكن مش يعني يعني مش هنقف عند ده. انا عندي في ليبيا النهارده اوضاع ساخنه، المشير خليفه حفتر ما زال محاصرا لطرابلس، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، اعلنت القيادة العامة للجيش الليبي مساء الخميس ان المدعي العام العسكري اصدر امره بالقبض على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والاعضاء بتوعها وعدد من قيادات الميليشيات اللي موجودة والارهابي مصطفى شركس الشركسي وناس كتير. عملها سخ. انا لازم الشعب المصري يعيش فيما يحدث في ليبيا تماما وكأن الشعب المصري هو الشعب الليبي. وفجأة ان العملية قاصرة على 2 مراسلين، شفت واحد منهم كان شغال معاه في الفرعين، والتصريحات اللي بيطلقها المتحدث العسكري باسم الجيش الليبي، لا يعني ما اعرفش، ما جاز يكون كل واحد وجهة نظر، الله اعلم، ولكن الوضع اللي انا فيه له معالجة، ومعالجة علمية. لو احنا خدنا بالنا الخطة العالمية كلها في كافة الدول قائمة على فلسفة جديدة اسمها الفلسفة الشعبوية، في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا النهاردة، كل بعد مصر أول حد اخترع وانطلق بالفلسفة الشعبوية كانت مصر عندما انتصرت في حروب الجيل الرابع في 30 يونيو 2013. إذن نحن الذين علمنا العالم كل شيء من 9000 عام، ثم نأتي اليوم لنعلم العالم الشعبوية، وبعد أن نعلم العالم الشعبوية ينتهج العالم فلسفة الشعبوية واحنا نوقف. يعني الحقيقة بالرغم من ان هذا هو المطلوب، يا جماعة هذه الدولة وهذا الوطن وهذا الرجل الذي يقود البلاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بإخلاص شديد وبانتماء شديد وبشفافية وطهارة شديدة جدا. وأنا قلت لكم ماذا قالت ميركل رئيسة وزراء ألمانيا عليه، وماذا قال وزير خارجية ألمانيا السابق في جلسات خاصة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، و ما اعرفه انا شخصيا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لقربي اليه لفتره سابقه، هو رجل في غايه الامانه وفي غايه الطهاره وفي غايه الخوف من الله، وربما لا تعرفوا عنه
أنه رجل متدين يخاف الله، ينتهج المنهج الصوفي. والمنهج الصوفي ده، وأنا برضو من هذه الفرقة اللي هي الصوفية، هي الزهد إلى الله وفي الله، ودي حاجة ممتازة جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي قعد مع رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز، كان بتفاصل معاه في الفلوس كأن واحد بيشتري لنفسه شقة، وهذا من بق وفم الراجل رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز الراجل الألماني. قال لك يا يعني انا اكلمكم باللغه العاميه يعني لغه بلدنا، يعني قال لك يا اخي ده كانه بيشتري لنفسه شقه، وشقه بقى كانها اوضتين وصال، يعني بيفصل في النكله رئيس دوله بنفسه، ده لم يسبق ده يعني. طبعا عشان كده في حرب، عشان كده الحرب شديدة، علشان كده ال17 قناة شغالة، علشان كده وسائل الانترنت شغالة، علشان كده كل التشكيك واستغلال ان الدولة تم احراقها اقتصاديا ويتم اعادة بناء اقتصادها ويتحمل المواطن، تستغل كل هذه الاشياء في احداث البلبلة. نشوف مع بعض، وهقول لكم على حاجة اللي احنا هنقوله دلوقتي، اذا انتوا ما كنتوش شايفين وعارفين ان ده بيتعمل في الاماكن دي، اكتبوا على النت ان انا كذاب وبقول حاجات كذب. يلا يا عم وانا هشوفها ونتكلم مع بعض. وريني يا عم عماد الوضع والشغل اللي بيتعمل في الاوضاع الاقتصادية وفي الاقتصاد المصري. الحقيقة هو وقت البرنامج خلص، وانا ما زال عندي كلام ممكن اتكلم فيه ساعه بالظبط، ولكن انا يعني على قدر الامكان بحاول ان انا التزم بالمواعيد، بالرغم ان انا بعترض يعني مش موافق على القصه دي، ولكن انا راجل في اطار نظم ولوائح اداريه بتحدد عملي من خلال القناه التي اعمل بها، فبحاول بقدر الامكان الالتزام بالوقت. يا جماعة التقرير اللي احنا زعناه ده هو احد اسباب الحرب الشرسة على مصر. الحرب شرسة والشعب مثلج، الحرب شرسة والشعب مثلج. يعني ايه؟ يعني في التلج في الطراوة، والحرب شرسة. و يعني انا في حاجات مش قادر اتكلم فيها، وفي حاجات مش عارف اتكلم فيها، ولكن انا لخصتها في كلمة: الحرب شرسة. ونحن الان وانا بتكلم دلوقتي تحت هذه الحرب الشرسة. احنا عندنا كأس الامم الافريقية قادم، ما شهر 4-5 رمضان بعد العيد. احنا حضرتك ثقافتنا كرة قدم، نتعامل معها لانها كرة، بينما في الدول الكبرى في كأس الاتحاد الاوروبي بيتعاملوا ازاي؟ الدولة اللي بيبقى فيها البطولة بتتعامل على انه اولا استثمار اقتصادي، رقم واحد. رقم اتنين، تسويق الدولة، البلد اللي فيها البطولة، تسويقها في أوروبا وفي العالم. رقم ثلاثة، الكورة. احنا عندنا هنا بقى الكورة وغلاها، بالرغم من ان انا في حالة اقتصادية تتطلب مني ان انا اعمل ده، ولكن لا يوجد ثقافة شعب تستوعب الكلام ده. فاذا انا محتاج اشتغل اعلاميا على رفع درجة ثقافة الشعب
في أن كأس الأمم الإفريقية هو استثمار اقتصادي بكافة جوانبه وتسويقا عالميا لمصر. أستطيع أن أجتذب الشعوب. الرئيس أنور السادات لما عملوا له جبهة الصمود والتصدي والدول العربية سابته واقف لوحده، استطاع ان هو يصنع لنفسه ظهير شعبي عالمي من شعب اوروبا وشعب امريكا. يبقى مصر محتاجة في الوقت ده ان تصنع لنفسها مصر ظهيرا شعبيا في اوروبا وفي امريكا يدافع عنها حتى تتقي مخاطر وشرور السياسيين. موضوع مهم جدا جدا جدا. بدأتها بكلمات الله ولا أستطيع أن أختتمها إلا بكلمات الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أستودعكم في حفظ الله ورعايته على أمل أن ألتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله.